لو فيه دولة يعني سنية قوية كان معقول إن مصر بلد الأزهر وبلد الدعوة الإسلامية يدخلها التشيع؟ يدخلها التشيع؟ طبعا لا يخفى عليكم ما يجري الآن، وإن ده كله مقدمات ل يعني بزوغ نجم الشيعة في مصر. عشرات الآلاف من المغاربة تشيعوا، والمشكل أن هؤلاء الأتباع يعني يأخذون من الشيعة أسوأ مبادئها وهو سب الصحابة. وصلكم هذا المرض نتاع الشيعة؟ هذا السؤال كيحسسني باللي كاين شم الريحة الخنزة نتاع التشيع. الشيعة اللي كيسبوا أبو بكر وعمر وعثمان، يسبوا عائشة، من سب أحد أصحاب الحق عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا، ده اليهود أرحم، اليهود أرحم من الشيعة، اليهود أرحم من الشيعة. والأطفال المراهقين يستخفون بالصحابة، خطر خطر عظيم على أبناء السنة اليوم. ألا وإني النذير العريان، أخبركم وأحذركم أمة الإسلام من التهور. اسألوا بعض قبائل العرب من تشيع منها في ظل الجهل والفقر والحاجة حتى لا يضيع أبناء السنة. اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا، السنة تشيعوا. عشرات من السنين وأنا على مقعد الدراسة لا أسمعها من أستاذ لي أن يوم عاشوراء كانت فيه مأساة الأمة الإسلامية. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ صالحهم الله، قال خوفا من أن تتأثر فتتشيع، خوفا. هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب؟ هل يكتم الحقيقة حتى لا نكون مذهبا على مذهب؟ دعونا من ذلك أيها السادة، فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين متكئا لسياسة الأشخاص، وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي بأمير المؤمنين ظلما ليعيث في الأرض فساداً.